السلام عليكم البنات، كيفاش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. حبيت نشكركم كامل وحده بوحده اللي سقساو عليا كي العاده والحوايج. دائما نقولها لكم سقساو عليا لهنا ولا اللي في الانستغرام واللي داروا البوسيبل تاعهم واتصلوا بيا واللي عيطوا لي واللي بعثوا لي لي ميساج واللي عطوني دي كونساي واللي جوغ داروني كيما اختهم هكذا ولا بالك اكثر. بالك كاينين بالك اختها بالك ما تعطيلهاش ما على باليش كيفاش، ما تقدرش توسي عليها دبر عليها كيما دبروا عليا وجو كدا وحبوا يعاونوني بالبوسيبل تاعهم، داروا البوسيبل تاعهم حبوا يعاونوني. نشكركم كامل وحده بوحده. نقول لكم ربي يحفظكم ليا، ونشكر بزاف لي زابوني جدد اللي دخلوا القناه تاعي ماغري مانيش نبارطاجي ومانيش اكتيف كامل، مي كاينين لي زابوني دخلوا جدد ويقولوا شفنا القناه تاعك شوفوا بلي فيديو تاعي القدم. نقول لهم مرحبا بكم ونرحب بكم كامل والدار داركم بيان سور، ونرحب بيان سور بالمشتركين تاعي واللي خلاو لي تعليق. كاين اللي قدرت نرجع عليهم، كاين اللي ما قدرتش كم تعرفوا الله غالب رمضان والعيد وكذا الله غالب، مي رجعت على الماكسيموم اللي قدرت عليهم كامل رجعت عليهم. هذيك تشوفوني شويه بلا غريب. هذه البنات نشكركم بالبزاف ونعاود نرحب بكم دائما كي العاده والعبيد في لاشين تاعي ليندا فلوغ دي زاد. الى انت مازال ما اشتركتش في القناه تاعي اتمنى تضغط على زر هذا زر سبسكرايب وتفعلي الكلوش هذاك، تفعلي الجرس باش كي بارطاجي فيديو تلحقك نوتيفيكاسيون ولا ندير لايف ولا تلحقك نوتيفيكاسيون باسكو عاودت وليت لي اليوتيوب. كاينين بزاف اللي قالوا لي ليندا وسيتي اليوتيوب بعتي على اليوتيوب، كاين ناس ثاني بزاف لحقتني جو هضره شي عباد جو قال لك اليوتيوب لا ماشي الدومين تاعها وكذا. دارت مليح جو كي جبدت روحها مي نقول لهم جو سوي لا مازال هنايا عاودت وليت لليوتيوب. درت جو هكذا كيما قلت لكم بوست جوستومون اليوم جيت نهضر معكم بزاف 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 ما تيماجينيوش شحال جو عندي ليندا لا ما تخربش دارك ليندا ما توسيش يا اختي ماشي هذا ماشي يخرب واحد كي يقول لي ما تيتمش ولادك علاش صافي علاش كي تكون وحده مسيباريه مع راجلها صافي ولادها مع شي تربوا يتامى نورمال يتربى مع بابا ولي مكتوب ربي كاتب عليه تربوا يتامى يتربوا يتامى. انا وحده تما اللي قدامكم تربيت يتيمه. هذه هي الحمد لله يا ربي كيما يقول لك اللي خلق ما يضيع. هذه هي بزاف اللي قالوا لي لا ما تخربش داك مي وشنو نقول لكم حاجه. انا ما نهدرش على روحي، انا نهضر هكذا اونتر بارونتيز على نساء كامل. نقول لك حاجه اختي شوفي انت اللي راكي في الميزيريا وقادره كما جوغ انت تواسي روحك ولا بلا هذا الراجل قادره تعيشي. انا نقول لك غير نورمال ما تطلق ماشي حاجه جوغ ماشي ولا فان دو موند ولا هو بالك تبداي حاجه جديده بالك تجيك جوغ كازيون واحد اخرى خير من راجلك بالك تعيشي حياه واحد اخرى خير من اللي راكي عايشتها معاه بالك تخدمي بالك ما باليش ربي يفرج ربي ماشي جوغ حنا دوكا ولفنا ديك العقليه لا لازم نواسي لازم نضحي لازم باسكو عندي ولادي صافي اللي ما عندوش باباه مضاعو ما ضاعوش الحمد لله وكاين اللي بماليهم وضاعو كاين اللي بماليهم بيمهم باباهم وضاعو صافي. هذا الدنيا هذه مكاتيب مكاتيب هذه هي البنات صافي. نقول لكم الطلاق ماشي هو جوغ هو ابغض الحلال ماشي حاجه زعما مليحه هو ابغض الحلال بصح ماشي حرام ربي على باله علاش ما حرموش داروا ابغض الحلال. هذه هي وبزاف اللي قالوا لي جوغ هذه هي النتيجه تاع اليوتيوب وما نعرف توري راجل توري ولادك والعين وكذا وما نعرف والهضره والحسد يا اختي هذه المشاكل انا اللي عندي انا نهضر على روحي انايا انا هذه المشاكل اللي عندي راهم قبل اليوتيوب كامل ما كنتش كامل نعرف في اليوتيوب هذا كيفاش قبل اليوتيوب بالبزاف جوغ بداو المشاكل تعرفوا يبداو تبدا قطره في كاس بعثوا لي زوج ثلاثه بعد تعمر النص بعد بدا يفيض باك يتعمر للفم باك يبدا يفيض خلاص تكلاطي هذيك هي الوسمه اللي راني فيها انا يا جوغ انا دوك خلاص سي بون تاع مانيش قادره نزيد زعما منا وهاك زعما نزيد كش ما سوبورتي كاش بروبليم ولا نزيد زعما نحمل ولا نزيد نسكت ولا زعما جوغ نتجوز ندير روحي كي ما سمعتش كيما كنت بكري جوغ نسمع هكذا هضره باك نقول خليني ولا ما عليش الحمد لله يا ربي مؤمنه والحمد لله يا ربي. نقول كنت نقول زعما جوغ هذا نوكل ربي وكذا ومنا مي دوك ولات جوغ ولات ما نقدرش بلو فورس كو موا نوحدي نولي نغلي نولي ناكل فيها روحي اوبليجي عليا خلاص جوغ صاي هذا اسمه ستريس هذا هو يركبوا لك كاع الامراض ربي يستر واش راهو مخبي منا هاك واش يبان علينا هاد الامراض اللي يبانوا على الناس اللي كبار وكذا من هذوك كي يكونوا دوك كي يكونوا صغار يكونوا هذا زعاف هذا قلق هذا كذا هذا منا هادو هما كيولوا لا طونسي يولوا القلب يولوا السكري يولوا كدا يولوا كدا يولوا كدا هادي هي صافي. انا نقول لك اختي انت اللي راكي تسفري زعما غراف ماشي كيما انا ماشي كيما حاتي انا مالغري تو الحمد لله. انا نقول لك ما تسكريفيش حياتك جوغ على جال غير باش ما يقولوش الناس باللي مطلقه باللي ما باليش كيفاش ولا كدا
نكذب عليك عيشي حياتك باسكو تعيشيها مره واحده تكمليها كاع بستخس صافي. دوك انا واش نقول لك، نقول لك زعما انت لما كيش لاقيه واش يقولوا له لهنا وما كيش عايشه جو لابيل في، ما كيش عايشه في ماشي زعما لابيل في قصدي الدراهم، زعما جو قصدي في الهنا مهنيه مع راسك. انت ما كانتش ما تلقايش طاقه ايجابيه، كيفاش حتمدي انت طاقه ايجابيه لولادك؟ ما تقدريش تمديها بس كنتي دائما تكوني دائما ستريس، دائما زعف، دائما مقلقه، داك ستريس وتفرغي فيه ولادك تحبي ولا ما تحبيش، يجي نهار وين تطيري فيهم، يجي نهار وين تزعفي عليهم، من بعد تقولي بلا سبه تقولي انا ملي داك تصرالي جوغ نكون مقلقه وكذا، من بعد تجي عندي بنتي زعما كش ما دوموندي دائما زعما نقولوا التمارين وكذا الدروس تاعها جوغ نسيها، باك نحس روحي مقلقه، من بعد نقولها ما تعرفيش ديري وحدك، من بعد نتكاكا مع راسي خا نقول واش راني ندير جوغ بلا ما نفيق نلقى روحي جوغ ردة الفعل تاعي نولي تولي اغريسيف. تحبي ولا ما تحبيش هذه هي، تحبي ولا ما تحبيش هذه هي البنات. حبيت نقول لكم انا واش صرالي، انا واش صرا فيا، انا بدوك ما على باليش واش كان عندي. المهم عندي من نقول لكم 2015 كنت انسانت بوليدي، راجلي ما شموش، ماشي ما شموش جوغ يجوني دي بيريود نكرهم ما باش ماشي نكرهم جوغ نولي ماشي نكرو زعما دام نكرهم جوغ نولي ما نحمش، جوغ نولي ما نحمش الهضره اللي يهضرها لي، جوغ يهضر لي كاش حاجه ولا انا ما جي على بالك الحاجه في صلاحي، مي انا نروح ندير العكس تاعها، جوغ ما نحبش ناخذ له الراي، جوغ نحب نروح ندير العكس تاعها، جوغ نحس دائما وليت نتحس بالبزاف، جوغ لوسي دارت لي ولات لي مرض، ولات لي جوغ وسواس، هذه هي جوغ الحاجه اللي نسمع هذا جوغ يقول ندير هكذا نقول سيغمون هي اللي قاتلو سيغمون هي، وهي هي صابت لي البوان فاب تاعي جوغ، هي دائما جوغ تكره لي حياتي، دائما جوغ تعيط له، دائما نون كونتاكت مع خوها هكذا منا صافي. هذا العام الاخر قلت له سي بون، قلت له سي بون، قلت له ما نكذبش عليكم جامي درت في بالي بلي جوغ انا حنهضر هاد الهضره، جامي درت في بالي زعما جوغ انا انفان مانيش انا هي السبه، مي الغالب هي السبه، هي كانت سبه روحها. انا وصلت وين قلت لراجلي قلت له يا انا يا اختك يا انا يا هي، باسكو خلاص كيما يقول لك هي من ماغري توختو، قلت له شوف قلت له تتلاقى بها برا، تلاقى بها في عيد في عرس ودبر راسك، قلت له بصح انت تدخل من هذا الباب ما تهضر لي اسمها ما تعيط لها، هو ما يعيط لهاش حق تعرف هي تعيط له، قلت له تقول لها ما تعيطي ليش كي نكون في الدار انا كنسحقك انا نعيط لك، هي علاش تعيط له؟ تعيط له غير باش تغزلني زعما، زعما تقول له رحنا درنا هادي ورحنا هادي وجات عندي فلانه ورحت عند فلانه، ولا تعرف سوق النساء ما نكذبش عليكم شردت عليه، شردت عليه قلت له لا تحب تكمل معايا، هادي صارت لي قبل رمضان، قلت له لك حاب تكمل معايا اختك صاي تنساها، قلت له تنساها تنساها تنساها، قلت له كي تدخل من الباب مينيموم كي تدخل من الباب هذايا ما تهضرليش، انا كي نكون معاك ما تجبدهاش ما تجبدهاش ما كاش، قلت تنحيها من الفيس تاعك، تنحيها من الوسم من النيميرو تاعها تسوبريمي، باسكو جو تلقاك تلقاك وين تجبدك، تبارطاجي في لي جروب، تبارطاجي في الواتساب، في كلش في كل حاجه تبارطاجي صافي. قلت له خيرتو هكذا، من بعد قال لي كيفاش، قال لي ما غيرتو جو هي اختي قلب جو ما بديت لكلك لي ومنا وكذا، هو عم بالك ما قلت لكم انا شحال عندي، انا عندي لي بروبليم، هو عم بالو كيما مولفا جو نهدد برك هكذا جو غير نهضر برك نتيري برك هكذا في الريح، مي هذا المره قلت له يا انا يا هي، قلت له سيبا، قلت له في هذا الدار يا انت يا انا يا، وصلت لهذا الدرجه صدقوني. هذه هي صارت لي هكذا، صارت لي في حتى نقول لكم حتى النهار نهار العيد، اه نهار العيد جو دائما نحس روحي هكذا مقلقه وكذا، من بعد وجاب عندنا واحد فاميلتنا امام، فاميلي تاع راجلي امام، الوغ جاب لي الامام هذاك ورقالي والامام قال لي جو ماكاش مليحه، عندك جو عين ولا عندك عين، عندك جو هكذا حسد ولا عبالي شو ذا، خاطي اليوتيوب كامل باسكو راني قلت لكم فهاد اليوتيوب كامل من 2015، قال لي جو عندك هكذا عفسه جو رقا، قال له كاينه هنايا كاينه جو كاينه حاجه في هاد الدار كاينه حاجه، هذه هي رقنا الحمد لله وكذا ومن بعد هذيك جو كي نهار اللي جا رقا نحكي لكم هادية وحسروا علي مع الأتراك. نهار اللي جا رقانا عندي وحدة لهنايا جارتي أو مامتو فاميلي تاع راجلي، جيت عندي وكدا نهار اللي جا رقا وهي على بالها بلي فلان جا ورقا وكدا بسكو كي راح باقي نهدر لمرتو ما تعرفو الأتراك ما يشدوش السر خلاص، المهم هي عرفت بلي جا ورقا. تروازيام جور تاع العيد لول عنده واحد تلت أيام عنده واحد ربع أيام هكاك ولا، جات لعندي جات لعندي فوالا فوالا، قالت لي قالت لي ليندا قالت لي كذا ومنا، قالت لي على بالك، قالت لي هذه هي جو هذه بالك عين ولا بالك حاجه اذا دخلت بيناتكم ولا،
قالت لي انا عندي دواء. جو هي انا كي قالت لي الدواء، انا عم بالي دواء ما فهمتش، قلت شمن دواء ده؟ قلت لها، قلت لها ما نشربش الدواء، انا نخاف، انا لا انا باراسيتامول تاعها وما نحبش نشربها. قلت لها انا ما نشربش الدواء. بدات تضحك، قالت لي لا، قالت لي دوك انا نجيب لك الدواء، قالت لي انا نجيب لك الدواء وما تخافيش. قلت لها وقت انا ما نشربش نيمبورت دو هكذا. من بعد قالت لي لا معليش روحي سي، ضربنا مرة قعدت واحد اليومين، غدوة من داك غير غدوة من داك جات لعندي جابت لي الدوزان معاها، وجابت لي وحدة جارة تاني لهنايا. بعد انا حرت شوف كي جاو دخلوا، واش راكي صافا؟ لاباس الحمد لله. حطيت لهم العيدة كنت عارفة واحد المشوية حلوة منها كولونيا تاعهم كذا. ومن بعد قالت لي شفي، قالت لي انت، قالت لي كاع ما تخافيش، قالت لي باسكو هادي تخدم بالقرآن. قلت كيفاش شنو تخدم بالقران؟ قلت هذه كما يقولوا هما خوج امام، قلت هذه جوغ تقرا القران كذا. بعد قالت لي ايه، قالت لي لا، قالت لك تعطي لك واحد الحاجه تخدمها لك بصح شنو بالقران. قالت لي جوغ حجاب هكذا ديريه تعلقيه ما تنحيش لازم. قلت لها بصح كيفاش كيكون القران صافي كيفاش ندخل به التواليت؟ قلت لها لا، انا في حياتي ما درت هذه الحوايج في حياتي. قلت لها ما نقدرش. قلت لها، قالت لي لا ما تخافيش كذا يما. ونلقاها جبدت لي الدوزان تاعها، ما عندهم هذه حاجه عادي عند الاتراك، حاجه عادي مي انا نصداري حاجه ماشي عادي تاع الرصاص. قالت لي نوسيلك في الرصاص هكذا، يا توسي في الرصاص يدير واحد ليزار وكذا. قالت لك توسي هذاك الرصاص وصاي يتنحى لك كاع العين، لكان كانت هكذا جوغ عفسه هكذا بينك وبين راجلك طاقه سلبيه كاع تتنحى، ماشي لازم جوغ دايرين لك ولا عفسه، طاقه هكذا سلبيه تنحيها لك في الدار. قلت انا غير هذه اللي نسيها. تعرفوا ديك المره شحال تنسيستي هذيك المره ما حبش تخليني، ماشي فهمت ارجي ديك اللي جابتها معاها. قالت لي لازم نسيولك اليوم لازم. قلت لها شوفي، قلت لها باك دوك نخرج نفتح الباب ونخرج. تصدقوني خفت، لحميت واسه لحميت شوي. قلت لها ما نقدرش. قلت لها لا، قالت لي لا، قالت لي انت، قالت لي ما تعرفيش صلاحك وكذا. قلت لها معليش ما نعرفش صلاحي. قلت لها خلاص وجا الامام وسورقه وحاولي زيدي عاودي ولي عندي تذكر ندير معكم هاد لا فيديو غدوه يعاود يزيد يجي، بصح هاد المره نصور لكم كي يكون يرق ان شاء الله، غدوه ولا غير غدوه يعاود يجي كي يجينا هاد المره نصور ان شاء الله. قلت لكم، قلت لها لا، قلت لها غير نسيها. قالت انت ما تعرفيش صلاحك، تيماجيني وانا راني نهضر معاها وهي ديجا دارت هذاك الرصاص تاعها، دارته في واحد الكاسرونه جايبتها معاها حطاته في الكوزينه. على بالك واش بعدا دخلت للكوزينه، انا هي دخلت للكوزينه جيت خارجه من الدار. قلت لها ماما، قلت لها خلاص، قلت لها سمحي لي هضرت مع ديك فلانه. قلت لها باس، قلت لها انا راني خارجه من داري خلي لكم الدار ونروح. مزيان ولادي كانوا يلعبوا عند تحت عند الباب يلعبوا بالفيلوات تاعهم. عبالكم صرا في جوست واحد النهار واحد قلت لها تسمع ديك الاستخلاص اللي راه عندي كامل وزدتيلي انت. قالت لي لا، انت دي حاجه ماشي زعما جو تاع شرك ولا جامي ما تهضريش. قلت ما تهضريهاش كامل، ما نقدرش هذه غير نسيها. وباتك قالت لي خلاص كي شافتني جو، كي قلت لها خلاص دوك نخرج من الدار ونخلي لكم الدار. شوف هذيك المرأة كاملة انا فهمت راجي ما سيش تنسيستي مي الاخرى جات معاها جو حبت بالسيف تواسيهولي. هذه هي البنات قلت لكم عندهم الاتراك، عندهم هذه العفسه تاع الرصاص وكذا، ينحوا برصاص ويشوفوا برصاص مع بالك واش يوسو، عندهم حاجه عادي عادي عادي. المهم هذه هي صافي، انا حبيت نقول لكم بلي انا ورات جوغ رانا بخاسك، رانا تقدر تقولوا رانا 70% مسيبارين جوغ. باسكو علاش جوغ راجلي ما على باليش كيفاش نفهمها لكم، راجلي يحشم بالبزاف، راجلي يحشم جوغ راجل دوكا باش يقول لاختو قولها ما تزيدش تعيطي لي وكذا، ما غير جوغ تعيط لها ماشي فد لها نقصت شويه بدات تفهمها. وانا زدت هضرت مع مرت لوسي باسكو هي تعابل بتعاود لها الهضره، ما مشهورين بالمعاوده تاع الهضره. هضرت لها قلت لها بلي فوالا شربت كذا وكذا وكذا الراجل، هي صافي كي تعيط له ما يرفدلهاش بدات تفهم شويه بدات تتنقص ماشي تعيط له. انا كي جا راجل مع العشاء نشوف التليفون تاعو نشوف شكون عيط له شكون ما عيطلوش كذا كونترول. ومن بعد ديك جوغ بدات تتنقص. قلت لكم واش تحقق لكم باردون يا نسيتي ربي، قلت لكم هادي جوغ راني انا وراجلي جوغ راجلي يحشم جوغ راجلي دوكا ما يقدرش يقول لاختو كذا، يحشم قدام نسيبه وقدام كذا. جوغ جاتو جوغ حاجه عيانه، قلت له هي كي دير لي ستريس جوغ ماشي حاجه عيانه وراجلها على باله. قال لك هي هكذا نو هي هكذا ما كاش حفصه هكذا، هي هكذا يا تسقم روحها يا تجبد روحها عليا، خلاص ما نقدرش نعيش معاهم، ما نقدرش نعيش معاهم. مع هادي بدات ما نقدرش نعيش معاهم. هادي هي صافي راجلي قلت لكم راجلي جوغ يحشم كذا. قلت له مالك تقدر تاخد ديسيزيون هكذايا تما عاود نولو كيما كنا بكري عادي صافي. جوغ دوكا رانا مع بعضنا كم تعرفوا نورمال عادي، مي وشنو جوغ كاينه حاجه ماشي كيما بكري كنا
ماشي كيما كنا بكري باسكو جوغ الواحد كذبش عليكم جوسكا كون. تقولي جوسكا كون الوقتاش نبقى نستحمل الوقتاش الوقتاش صافي. دوك انا مانيش عايشه جوغ ما نقدرش مانيش ناخذ طاقه ايجابيه كيفاش نمد للدراري انا تاني من نمد لهم طاقه سلبيه انا تاني ليهم باسكو علاش مأطرين عليا. شوفي تحبي ما تحبيش تقولي نديرهم في التقين دور حمايه على باش تحبي ما تحبيش ياثروا ياثروا عليك الو غلط تراك عيطوا لي نقول لكم واحد زوج ولا ثلاثه غير كيما هاد السمانه الاخرى اللي اثرت فيا بالبزاف. واحده نسلم عليها من نسلم عليها بالبزاف عيطت لي صدقوني ما نهار العيد ولا غير نهار العيد نهار العيد عيطت لي عيطت لي كتبي لي لا قولي نهار العيد ولا مول العيد نهار اللي جاني الراقية عيطت لي تيماجيني ونهار العيد تبكي خلعتني ما كتبش عليكم. انا شفت طفله تعيط لي قلت او ديريكت عيط لي بلا كام ما نعرفهاش مع الاخر تعيطت تقول لي بليني حابه ندي بنتي ونروح ما قدرت لهمش اقسم بالله تبكي بالدموع تبكي بالدمع تقول لي ما قدرت لهم شي ليندا. وقبلها تاني قبل العيد تاني زوج تاني عيط لي يا ليندا يا ليندا يا ليندا يا ليندا يا ليندا شفنا لا فيديو تاعك يا ليندا يا ليندا نفس الحاله تاعنا يا ليندا ما قدرناش ما قدرناش تيماجيني ونفسهم يهضروا نفس الهضره عبالكم جوغ اترك بزاف صعب بزاف صعب. يا رجينا غير تخمم 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 سورتو اللي كان عندها زعما جوغ الكارير تاعها لاباس بيها وكذا غير ما كان لها تجي لهنايا ما كان لها تجي. انا نقول لكم باغ اكسبيريونس ماشي جوغ على روحي مشي على لوكا تاعي برك على 99% تاع اللي راهم هنا مزوجين هنايا. هذه هي هذه هي البنات. انا بزاف اللي قالوا لي انت ما تخربش دارك انا ما خربش داري وشفت عليكم دوك راني جوغ رانا دوك رانا نسيو ومام تو جوغ دوك المطر ما فتحش. انا كي قلت لكم هذيك نهار بزاف اللي قالوا لي انت وين راكي جايه للجزائر ماشي بلاد اللي يعيشوا فيها ماشي كذا نو حنا هنا الجزائر يعيشوا فيها والجزائر شابه والجزائر فيها الخدمه والجزائر فيها المعيشه وفيها كلش انتي وكيفاش تعرفي لا تعرفي تستعمليها ولا ما تعرفيش تستعمليها الجزائر. انا الحمد لله كنت خدامه في الجزائر في وقت تاني كان الناس يحرقوا وناس يهربوا وناس كذا وكاين ناس واحد اخرين عايشين وفري لاباس بهم. انا كنت نخدم الحمد لله بوليساس ديلا بوني فاخدو نابيوسو جات هذوك جات هنا تاكل لي فريز تشيل فيهم بوزاليكا. قلت لكم من بعد تيت يوكا فاطمه قلت لكم صافي جوغ واش تحنقول لكم خلاص انا كنبدا نهضر منهم من تلفوها تلفتها لي. قلت لكم صافي في الجزائر انتي واش طارتك انتي واش طارتك لا تعرفي تخدمي ولا تسني الدوله باش دير لك ولا الدوله باش تعطي لك هذيك غير نسيها دوق على انتي الاخرى صافي. المهم يوم وحده دير ستاج سورتو دوكا ماشي كيما في الوقت اللي كنت فيه انايا ما كانش كاينه الانترنت ما كانش كذا دوكا قاعده ديري غير بروجي غير صغير هذا تخدمي به سورتو باغ انترنت مي يخدموا بزاف مي يخدموا تري تري بيان البنات. هذه هي البنات انا الحمد لله ان شاء الله ما ان شاء الله ما يكونش مش واش قلت لكم ان شاء الله ما يكونش و اللي كاتبها لي ربي جو سوي لا الحمد لله وراضيه بقضاء الله وقدره ما جو ما عندي حتى مشكل راني هنا ولا راني في الجزائر. انا على كل حال دوت فاصون ماك غير نهضر مع راجلي وجو ما واش قابل ديفينيتيف ما يسمعنيش ما يحبش يسمعني كي كنا نهضر مي بصح جو انا ويلا ديفورسيت معاه ولا ما نروحش للجزائر بيان سور نروح بيان سور دي فاكونس ولا مي باش نستالي تما ما نقدرش لازم نحبان لهنا ولادي يقراو هنايا ويباسوا لهنايا باسكو خلاص والفو ديجا بنتي السنه الثانيه هذا العام تطلع الثالثه ان شاء الله وليدي سنه اولى صافي نعيش لهنا في لاتركي بزاف لي قالوا لي فاش جايه مانيش جايه مي هذا ماشي معناتها بلي ولادنا ماشي مليحه انا باسكو انا مانيش حابه نجي لتما نعيش لتما هذا ما كان والفت لهنايا 10 سنين هذيك هي الوغ. هذه هي البنات نقول لكم بلي البنات نقول لكم شوفوا ما تخلوش هذوك الحفيسي ياثروا عليكم زعما جوغ كيما انا جات عندي قالت لي ندير لك رصاص وكذا ومن كاينين بزاف البنات اللي نعرفهم في الجزائر ولا لهنايا يامنوا بزاف بهاد الحوايج مع باش شي حفيسي يقولوهم باش يعلقوا حاجه يخيطوا حاجه يوازوا حاجه باش كل وحده واش دير تشوفهم في لي جروب واحد الحفايج يا يما قلت لكم ما تواسوش هذوك الحوايج. انت شوفي لو فات كو ديري هذيك الحاجه عافي باللي راكي حتبقاي نادم عليها طول حياتك تندمي عليها طول حياتك هذيك الحاجه وعارفه بلي راكي تجيبي غير طاقه سلبيه تجيبي غير طاقه سلبيه بهذوك الحوايج. لازم تكوني هنا
تكوني ذكية لهنا، تخدمي بهذا يا برك، هذا هو اللي يسلكك، وهذا ولسانك. على بالي اللي جاو يسكنوا لهنا جداد وكذا، راه ما يعرفوش الغربة وكذا، وما يعرفوش لا لونغ تاعهم، صافي تجيهم صعيبة وصراو لهم بزاف المشاكل. انا وحدة صراو لي كي كنت جديدة، نتقلق ما نفهمش شنو يهضروا، ما نفهم والو، وجاو يسيو يتحكموا في كذا. راني فهمتكم البنات، باسكو علاش تكونوا جداد وما تعرفوش تهضروا، ما تفهموا ما تفهموا. صافي نقول لك لسانك وعقلك، كون عندك اش بروبليم حليه بالعقل. يا جو كيما هذه اللي عيطت لي، غير كيما قالت لي باللي عيطت لراجلها وقالت له اني حابه نطلق، قالت لي كيفاش دوك يجيو الطفله. قلت علاش تقولي له؟ قلت لها دوك انت روحي للجزائر، فدي بنتك وروحي للجزائر، كنت لحقي تما خمي، باسكو عباكم هذيك الشطاره وهذيك القباحه، سورتو تكون وحده جديده ما عندهاش لي بابي وكذا، وتكون جديده سورتو القباحه هذيك ما تجيب معاها والو، باسكو راكي في بلادو ما تاكلكش القباحه هذيك، ما تنجحيش بيها باسكو بروميير ما كي خدامه، ما كي بك وقتك، ما كي بدراهمك، والو ما عندك والو، باش حتديه الطفله؟ باش حتربحيه في الشارع في بلادو؟ مستحيل تربحيه في بلادو. هذه هي البنات، نتمنى نكون جوغ فدتكم هكذا شويه، نقول لكم بلي ما تتقلقوش وما تتسرعوش كيما حالتي نهضر على روحي، ما تتقلقوش وما تتسرعوش، واللي فيها الخير ربي يجيبها ان شاء الله. وش نقول لكم؟ عسى ان تكرهوا شيئا وفيه خيرا كثيرا، بالك تكرهي الطلاق، بالك يكون فيه خير ليك، بالك تقعدي مع ذاك الراجل يكون فيه شر ليك، ما تعرفي. الواحد يتسبب ويصلي الاستخارة ويشوف واش يخرج عليه، بيان سوغ افون تو كيما يقول لكم نجاجان صنجر الحاجة الأولى عمري، ومن بعد الدراري جوغ، باش انت لازم تكوني آلس باش تقدري تعيشي ولادك. كيفاش نفهمها لكم؟ باش تقدري تعيشيهم بيان، تعطي لهمش طاقة سلبية. هذه البنات نتمنى نكون فدتكم بلا فيديو تاعي والو شوية، وبزاف لي سقساو عليا قالوا لي ليندا دير لنا فيديو فهمينا واش درتي واش ما درتيش. انا نقول لكم مازالني انا مازال ما درت فيها والو، رانا جو هاد النار ولا موجب السالب. رانا دا نتلاقاو جو منين داك نتحاكمو دا شويه من دا. هو الحق تعربي انا اللي ندير المشاكل، هو ما يديرش كاع المشاكل، هو كي يشوفني جو خلاص خاف الدم وطلعوا لي يحكموني سيادي، يخرج ويخليني ولا يروح يرقد ولا ما على باش يخرج للبالكون ولا ما يواسينيش، ما يحبش يتحايد، تعاند معايا مي انا الله غالب حاجه فيا تواسي فيا جو تهبل فيا، باش في جو ما نحملش انا ونولي ما نحملش روحي، ما على باليش واش بيا، ولا بالك القلق، ولا بالك الكورونا، ولا بالك الوحش تاع البلاد، ولا بالك ما حملتش هاد البلاصه ولا ما حملتش هاد البلاد كامل. هذه هي البنات، نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده بيان سور، عجبكم الفيديو ما تنساو لي جيم لا فيديو ورايكم بيان سور في لي كومونتير اللي يهمني بالبزاف، ما غير من داك ما نرجعش مي نقول لكم نقراهم كامل لي كومونتير، وبيان سور بارطاج لا فيديو لاشين تاعي، الا مازال ما اشتركتوش اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. نقولكم تهلاو في روحكم، نحبكم بزاف وفي امان الله.